للمجلس العلمي لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف سيد إسماعيل أقنيني، فليتفضل محاضرا ذاكرا شكر الله له. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم، ورضي الله عن آله وأصحابه وأحبابه وعن كل من دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا رسول الله وآله ومن والاه، صلاةً تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتفتح عنا بها ما أشكل حتى يفهم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع دعاءنا، وقلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا نسألك في هذه الأمسية الطيبة المباركة أن تجعل جمعنا مرحومة، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا تجعل فينا ولا معنا ولا في أصلابنا ولا في أوساطنا ولا من يستمع إلينا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بالإسلام قائمين، وأن تحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن تحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ الجزائر من الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، إن تحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذه الأمسية الطيبة في بيته على طاعته أن يجمعنا في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة المؤمنون، تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا نستمع جميعا إلى سيرته، والله لو عرفناه حق المعرفة لاتبعناه عليه الصلاة والسلام، ولما فترت ألسنتنا عن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، فكل الطرق مسدودة في وجه الخلق إلا من اقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمنا منه عليه الصلاة والسلام من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فأتقدم بالشكر الجزيل إلى كل الإخوة الذين ساهموا في هذه القافلة المحمدية التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها نبراسا للأمة. وأخص بالشكر أخي وحبيبي بحري الذي أسأل الله جل وعلا أن يحفظه من كيد الكائدين وحسد الحاسدين، وأن يجعل من أمثاله في كل ولاية من ينير درب الأمة لتصطلح مع خالقها ولتعود إلى نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الأفاضل، وأنا أفكر عن أي شيء أتحدث، وقد تحدثنا عن مواضيع كثيرة، ولكن ألهمني الله تبارك وتعالى أن أتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحب الأوطان. فحب الأوطان أيها الإخوة لا يتنافى مع الإيمان، وهذا قول صحيح وليس حديثا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قول صحيح فمعناه صحيح.
وقد قرأ شيخنا محمد حفظه الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ومعاد أيها الإخوة اسم من أسماء مكة المكرمة. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة في حب الوطن جاء بما يقوي فطرته ويضعها في الطريق المستقيم، حتى لا تصبح الأوطان أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى. عندما نعود إلى القرآن الكريم نجد أن حب الأوطان شيء فطري غرسه الله تبارك وتعالى في النفوس المستقيمة وفي الفطر السليمة التي لم تلوث. ولذلك كان العربي في الجاهلية إذا أراد أن يسافر يأخذ شيئا من تراب أرضه ومسقط رأسه، فإذا اشتاق إلى مسقط رأسه شم التراب من أجل أن يزيل وحشة الأوطان. وكما قال الشاعر: بلاد ألفناها على كل حالة، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، وتستعذب الأرض التي لا هوى بها، ولماؤها عذب ولكنها وطن. أيها الإخوة الأفاضل، عندما نعود إلى القرآن الكريم نجد أن الله تعالى أكد هذا المعنى. ولذلك قال ربنا جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنكم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم، فقد أباح الله تبارك وتعالى لهم الجهاد. وهذا معلوم عند علمائنا وفقهائنا أن العدو إذا داهم أرض المسلمين فقد تعين الجهاد على أهلها. فقد بيّن الله تبارك وتعالى هذا المعنى. وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم نجد أن من مخططات المشركين لضرب الأمة الإسلامية وضرب الدعوة في مهدها: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فالنفي عن الوطن تعذيب للرجال، النفي عن الأوطان من أعظم الابتلاءات أيها الإخوة. ولذلك عندما نزل القرآن الكريم وخاف النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان في غار حراء، فذهب إلى بيته يرتجف عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي، فقال: زملوني زملوني، أي غطوني غطوني. فلما ذهب عنه الخوف بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام قال لخديجة رضي الله عنها: يا خديجة لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا. انظروا إلى المرأة الصالحة، من رزقه الله زوجة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني. ولذلك أسأل الله جل وعلا أن ييسر أسباب الزواج لبناتنا وأخواتنا وشبابنا، فإنه طريق العفة. لأن باب الحلال إذا أغلق ستفتح أبواب الحرام والعياذ بالله. فقال: زملوني زملوني، أي غطوني غطوني. ولذلك نزل: يا أيها المزمل. فلما ذهب الخوف عنه عليه الصلاة والسلام قال لخديجة رضي الله عنها: يا خديجة لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكرم الضيف وتعين على نوائب الدهر. يقول الإمام القسطلاني رحمه الله: لقد استقرأت خديجة برجاحة عقلها أن من اتصف بهذه الصفات لن يتركه الله أبدا. ثم ذهبت به إلى ورقة ابن عمها، وكان يعرف كتب السابقين،
فعندما حدثه بما رأى بشره وثبته وقال: يا ليتني أكون شابا قويا إذ يخرجك قومك. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أو مخرجيهم؟ أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به قبل من قبل قط إلا وعودي. وجاءت الأيام والأيام، وتنكرت مكة للنبي الأعظم والحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم، وضاقت عليه الدنيا بما رحبت، وعذب الصحابة، وضيق على دعوة الله تبارك وتعالى، وتآمر المشركون على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج بأمر الله تبارك وتعالى في صحبة أبي بكر وهو يبكي بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، يبكي لمفارقة مكة، يبكي وتسل دموعه الشريفة على خده الشريف بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، ويقول كلمات في غاية الروعة، في غاية الحساسية، في غاية الشفافية، تعبر عن حب الوطن. فقال عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى مكة ويودعها وقد مشى فوق تربتها واستنشق من هوائها وتدرج في ربوعها عليه الصلاة والسلام، يقول: إنك لأحب البلاد إلى الله، إنك لأحب البلاد إلى الله، وإنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت عنك، ما خرجت. ويودعه عليه الصلاة والسلام ويمشي إلى مكة المكرمة، إلى المدينة المنورة. فلما وصل إلى مشارف المدينة وظهرت المدينة المنورة، قال بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. وكان يسمع الصحابة رضوان الله عليهم في المدينة المنورة ينشدون الأشعار ويذكرون مكة وربوعها، فيبكي عليه الصلاة والسلام ويقول: يا أصيل دع القلوب تقر، يا أصيل دع القلوب تقر. كان عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة يزور المريض، كما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها فيقول: بسم الله بريقة أرضنا، بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. كان يزور المريض أو يعود عفوا، لأن الزيارة للأصحاء والعيادة للمريض. ولذلك تعلمني من علمائنا عيادة المريض كجلسة الخطيب بين الخطبتين. فكان يعود المريض عليه الصلاة والسلام ويقول بالحرف الواحد كما في البخاري من حديث عائشة: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. ولذلك كم أعجبني رائد النهضة شيخنا ابن باديس رحمة الله عليه، الذي سئل: لماذا لم تؤلف كتبا؟ ونحن نزف له التحية رحمه الله، لأنه عندما سئل لماذا لم تؤلف كتبا قال: لقد اشتغلت بتأليف الرجال عن تأليف الكتب، وإنني سأموت مرتاح الضمير لأنني حررت عقولا ستسعى في يوم ما أن تحرر أجسادها، لأنه يستحيل أن يتحرر جسد يحمل عقلا عبدا. ولذلك عندما مات ابن باديس رحمه الله وقف أمامه شاعر الجمعية شيخ محمد العيد آل خليفة، فقال له بالحرف الواحد: لا تخش ضيعة ما تركنا، استركت لنا سدى، فالوارثون لما تركت كثير. لا تخش ضيعة ما تركت لنا سدى، فالوارثون في الجزائر والحمد لله كثر، يحبون الله تعالى، يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، يحتفلون بالطريقة الشرعية المرضية. وكما قال شيخنا الثعالبي رحمه الله:
إن الجزائر في أحوالها عجب، إن الجزائر في أحوالها عجب، ولا يدوم لها في الناس مكروه، ما حل بها عسر أو ضاق متسع إلا ويسر من الرحمن يتلوه. إنها أرض سقيت بدماء الشهداء، إنها أرض بنها العلماء والصلحاء والفضلاء، ولذلك لا نخشى عليها ضيعة بإذن الله تبارك وتعالى. النبي أيها الإخوة، بعدما ربى النفوس وزكى العقول وفتح القلوب، يحقق الله له وعده الذي سمعناه من شيخنا: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وأعود إلى قول الشيخ بن بديس المناسبة عندما ذكر حديث الرقية، قال: إنني تعجبت من العلماء لماذا وضعوا هذا الكتاب في باب الرقية ولم يضعوه في حب الأوطان، فإنه في حب الأوطان أقرب منه إلى الرقية الشرعية. رحمة الله على العلماء. جاء وعد الله تعالى ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، وتحقق وعد الله تعالى وفتح مكة ودخل مع جنود الرحمن، ثم وقف أمام قبر خديجة. انظر إلى الوفاء للأوطان، انظر إلى الوفاء للزوجة الصالحة. قال: يا خديجة ها قد عدنا، يا خديجة ها قد عدنا. أيها الإخوة المؤمنون، لا أريد أن أطيل عليكم، إن حب الوطن شيء مغروس في النفوس. جاء النبي المصطفى والحبيب المجتبى بما يؤكده وبما يضعه في الطريق السليم والطريق السوي، حتى لا نضع نضيع بين الإفراط والتفريط. لا أريد أن أطيل على حضراتكم، هذا ما فتح الله عز وجل به في هذه الكلمة، ونحن في بيت الله عز وجل. أبشركم أيها الإخوة، وقلت للإخوة بالأمس في إحدى الجلسات: ما دمتم أيها المسلمون في الجزائر تحبون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، وتحتفلون بهذه الطريقة الشرعية، تلاوة القرآن والصلاة على النبي العدنان والأشعار الهادفة، فأنتم في الطريق الصحيح بإذن الله تعالى، ولن يتركم الله أعمالكم. وأسأل الله جل وعلا أيها الإخوة في هذه الليلة الطيبة أن يرحمنا برحمته الواسعة. وأبشركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته وأصلحته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته وأسعدته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في فلسطين وفي بورما وفي العراق وفي اليمن وفي مصر وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ الجزائر من الفتن، اللهم احفظ الجزائر من الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين، وارزق أهلها من الثمرات لعلهم يشكرون. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى وإلى العمل لما تحب وترضى. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستسمحكم عذرا وجزاكم الله خيرا. افتح الله عليك سيدي إسماعيل.